قديم وحديث بالنسبة لحزب الاستقلال والمسبقين إلى إظهارته منذ بداية الاستقلال إلى يومنا هذا، وتقدمنا فيه قبل 7 سنوات بمقترح قانون من أجل إيجاد الحل لواحد المعضلة اللي هي أمر واقع في جهة الشمال برمته زائد جزء من جهة فاس دولة، يعني للأسف الشديد أنه الرقعة انتشرت، وحنا بطبيعة الحال دائما نسعى إلى رفع يعني الرعب والخوف عن المزارعين، لأن الزراعة أصبحت خاصة بعد ظاهرة 1974 يعني مجرمة يعاقب عليها القانون، فلذلك الساكنة كلهم المزارعين تعيشوا واحد الرعب واحد الخوف من جراء هذه الزراعة، مع أنه العائدة ديالها ضعيفة جدا لأنه المزارع لا يستفيد شيئا منها إلا القليل والقليل جدا، فلذلك لابد من إيجاد حل لتنمية هذه الزراعة كما هو على غرار مجموعة من دول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا وكندا وغيرها، لأنه هذه المنطقة نحن في الفرق الاستقلالي ننظر إليها كمادة فلاحية يستخرج منها الكثير من الأدوية وصالحة للصناعة وصالحة للمواد الصيدلية والتجميلية والعطرية وغير ذلك، فعلاش حنا كنخلقوا هذه المادة فقط يعني كتختصر على استخراج المخدر، إذن فلا بد من التفكير يعني بشكل جدي الآن يعني في إيجاد الحل لأمر لقضية يعني شائكة في المنطقة، لأنه الوزير العدل السابق يقر بأنه كان أكثر من 30,000 يعني في حالة صراح ماشي في حالة صراح متابع قانونيا، زائد بمعنى أنه الساكنة المزارعين كلهم في حالة صراح مؤقت لأنهم كانوا يزرعوا واحد في الحالة هي ممنوعة قانونيا، لذلك طلبنا احنا ولازمنا نلح على ضرورة إيجاد يعني السماح بالزراعة على الأقل وإيجاد بدائل أخرى لهذه لاستغلالها، لأن كما قلت فيها منافع ومضار، فاحنا نمشيو للمنافع يعني كصالحة للنسيج للصناعة صالحة للبناء صالحة للأدوية صالحة للعلاج، إذن هذه تقارير طبية دراسة طبية عميقة تؤكد بأن هذه كيف ليس فقط لا يستخرج منه فقط المخدر فقط، بل إنه يستخرج منه كذلك مجموعة من صالحة لأغراض كثيرة وعائداتها قد تضاعف العائدات التي تستعمل لهذا الشيء، فلذلك طلبنا يعني من خلال مقترح القانون وتابعناه بمرافعات وأسئلة كثيرة يعني في مختلف المنابر يعني من أجل يعني إيجاد الحل لهذا الواقع هذا ورفع يعني الحرج عن المصارعين، هذا هو الأسباب، وكذلك الرجوع إلى المناطق التاريخية اللي هي كانت في الحقيقة تتصل على 3 قبائل بني ستة في هاشيما وكتامة وبني خالد يعني قبيلة واحدة، والآن للأسف الشديد هذه هي يعني المناطق التاريخية ديال الزراعة الآن وصلت لـ8 الأقاليم، إذن هذا بطبيعة الحال يعني ماشي ما ليس طبيعيا لأنه الرقعة انتشرت، فلذلك لابد من الحكومة أن تتدخل أولا من أجل يعني الرجوع إلى المناطق التاريخية ديال المنطقة، وكذلك التفكير في استغلال البديل لهذه الزراعة بدل الاستغلال الحالي كمادة مخدرة. طبعا حل انتظاراتنا هو سندافع دائما عن الفلاحين عن المزارعين، وكذلك أنه الفلاح هو مستعد يعني التخلي عن هذه الزراعة إذا ما وجدت الحكومة بدائل يعني للعيش الكريم اللي غادي يضمن العيش الكريم للمزارعين. فالفلاح هو كيزرع مكرها لأنه المنطقة تفتقد للبنية التحتية، المنطقة تفتقد يعني الكل يعني المنشآت التي من شأنها أن تشكل بديلا للزراعة، فلذلك لابد باش نفكروا في إيجاد البدائل الحقيقية لهذه الزراعة، إذا ما أرادت الحكومة يعني القضاء على هذه الزراعة فلابد باش الحكومة توجد يعني مصادر للعيش الكريم لهؤلاء الفلاحين، وهم طبعا الحال للأسف الشديد هو يعني هم كثر، ولكن لابد باش نفكروا الرجوع بالدرجة الأولى إلى المناطق التاريخية ديال زراعة الكيف والحد من انتشارها.